يلا غادي نديرو كيسيونير الصباح ديال حسدونا. ببعدك ما عرفت الراحة، ترى الفرقة الفرقة دباحة. يا عمر الخير في السماحة، هنينا هني القلب وهنينا. حاتم عمور، حنا دابا انت الدومين اللي فيه فيه الحسد، يعني كي واحد كيحسدك على شي حاجه، لا اقل حاجه يقدر يحسدك انت شي حاجه اللي يحسدوك عليها، اللي في اخبارك يحسدوك عليها، في اخبار يحسدوني عليها. وي واش غنقول لك، حسدوني عليها في مصر صراحه. واحد الالبوم واعر بالجهد، مشيت عشت 3 سنين في ليجيبت من 2007 ل 2010، صوبت عطيت الدم ديال قلبي باش نصوب واحد الالبوم واعر، وصورت كليب وما عرفتش شنو وقع. كان تفاجأ بأن البروديكتور عنده كل شيء، عنده البرودوي كامل، يقول لي رأس العام ويخرج الألبوم. كي يوصل لرأس العام يقول لي في شهر 3 في شهر 3 في شهر 6، يعني القمة ديال، يعني تعذبت وجيت في حالتي هنا. واكتشفت أن واحد السيد مشى عند البروديكتور وقال لي هذاك راه ما خصوش يخرج، راه كيسبك، راه كيدير هذا هذا، هذه سميتها حسدونا، يعني ما بغاونيش نخرج ذاك الألبوم وما خرجش ذاك الألبوم. فوالا، هادي اللي مقصح فيها بالجهد واخا كارير ديالي. المهم رخيصه بتعليمه، الفرقه الفرقه ذباحه، يا عمر الخير. هذا ديال يامات الصوريك زوين، هذيك هي هي كلشي ديال باش كنا كنبكيو، باش كنا كنبكيو حتى ما كيتسوق ليك ياك. كبك حتى واحد لا بوك لا موك ما تسوقوا لك. زعما ما ربنا يطلع كي بالك شحال تعزك تقول. يا عمري الخير في السماحة، بوك جيب الصمتة، يا عمري الخير في السماحة، هنينا. لا موك اللي كتقول لك هنينا، موك اللي كتقول لك وهنينا. نهار اللي حسدوك وخرجات عليك من غير الالبوم، واش شي حاجه خرجت، شي حاجه شي حسد لايف، شي حسد مباشر يبان، بان فيك حسد، بان فيا يعني الحسد، والحسد ولا تحول الى تقواس. وتقواس اي واحد على وجه الكره الارضيه ما يمكنش ما يكونش كاين الحسد. الحسد كاين، انا عارف واحد، عاود عليك قول عليك انت. واحد النهار كنت مشيتي لواحد البلاصه، مشيتي لواحد البلاصه كنت مولف كتمشي لها قبل، ومشيتي بالطوموبيل ديالك كنتي شاريها، وجلستي معاهم، ومن بعد فاش كنتي خارج بقاو كيفصلوا فيك، وهذا هذا الفلوس وهذا الطوموبيله، هذه 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 كل شيء هذه. شوف شوف والله الا كل واحد، باش انا ما نظلم حتى واحد، حيت دابا جمهور كي مني انا صعيبه نقول حسدوني ولا شي حاجه، كنا محسودين كل شيء. اللهم كما اللهم كثر حسد انا، ولكن كنبغي نقول هو لا ينجي اي واحد من الحسد، وهذا هو ما كان. انا ما نقدرش نقول لك حسدوني ولا ما حسدوني. انت حساد، انت انت كتحسد انت اخويا، كان غير كان تقاتل، كان تنافس، ولكن باش نحسد لا. شنو الحاجه اللي وقعت مؤخرا اللي شفتها خرجت ولا كان ولا وماشي الحسد؟ كاين الحسد اللي هو ماشي الحسد، عرفتي شنو الفرق بين الحسد وسميتو؟ شنو هو الفرق ما بين الحسد وما بين الغيره؟ عرفتي شنو هو؟ لا هو تبغي الشر لواحد. لا الحسد الوغ الغيره هي انه كتكون بحال دابا سيدي ربي كيعطي شي حاجه لشي واحد ياك، وانت كتقول يا ربي بغيت انا نفس الحاجه. اها الغيره الحسد، هادشي علاش خايب الحسد بزاف، خايب جدا جدا، خايب بزاف. كتكون شوف انت شي واحد عطى سيدي ربي شي حاجه وكتقول ليه سيدي ربي لا، كتقول ليه حيدها ليه وعطيها ليا. هذا هو الفرق بصح. لا شتي هي هذيك كيبغي لك الشر، كيبغي لك كتبغي غير لا حيدها ليه، ما يستاهلاش هو، ما يستحقهاش، حيدها ليه. داكشي الحسد ما مزيانش، الحسد ما مزيانش بزاف، حيت بحال قلتي كتدخل في القدره الالهيه يا ربي السلامه، كتقول زعما عطى سيدي ربي شي حاجه صافي يفرح ليه، ما كاين مشكل. تقام ما تفرحش ليه، فهمتك. ولكن باش تطلب سيدي ربي حيدها ليه هو، ما تفرحش ليه حتى يحسدتي. لا ما شوف على حسب واش بتبغي يحيد لي ولا يعطي لك انت ولا لا، لكن ما كيبغيش يفرح، ما كيبغيش يفرحش على حسب واحد والنفس ديالو كيدير. انت ما كان انت الغيره فيك، ولكن ما كتحسش انت فوالا فاش كيوقع شي حاجه زوينه شي واحد كيدير. انا كنقول انا كنقول ان الغيره هي بحال دابا انت في نفس الدومين، انا بغيت نكون احسن من مومو ماشي غادي نضرو،
خصني نجتهد باش نولي احسن منه ولا ندير شي باس جديد ولا في الموسيقى ولا في اي دومين. ولكن نتايا كتبيع مثلا طوموبيلات وحاس دكويري كتقول لي لينا فهمتي باغي لي الغرق اكون حسد علاش يشتري علاش يدير وانت بينك وبينه الله يسهل عليه حيتك الفلو هذاك الشيء حيت هذا الموضوع ما كاينش اللي كيتكلم عليه بزاف هو انه كاين فنانه دابا هاد اليامات وكاين ناس اللي كل واحد هذا حاجه عاديه في الفن ولا في الحياه ديال كل واحد كتكون انت صغير بادي بشويه عليك دقه دقه وكاين اللي عنده والديه كيعاونوا الله يعاونوا مزيان اللي عنده والديه كيعاونوا ماديا مزيان الا عنده مناش ما كاين مشكل وكاين ناس اخرين عاوتاني اللي اللي كيبنيو راسهم براسهم انت بنيتي راسك بوحدك انت بحالي بحال ولاد الشعب انت بنيتي راسك بوحدك دوك واحد الوقيته كتولي عندك الفلوس ما كتولي عندك الفلوس كتشوف كتحلق على المصاريف يو نو وات اي مين باش تزيد مازال دوك كيفاش كتشري طونوبيله زوينه كتشري حاجه دار زوينه هذا دوك غير هي حاجه واحده ما خصناش نحسدوا هاد الناس ونكرههم ولا ما نتمنوش لهم الخير حيت هاد الناس راه ما شفروش انت ما شفرتيش الفلوس انت شفرتي فلوس انت لا شفر فلوس ما شفرت انت شفر انت ياك ما كنعرف شفرها كون عارف كون درتها واقيلا او بالعكس مو موتيفاسيون اون موتيفاسيون ميتا شي واحد جاي من الشعب ووصل شحال واحد دي زيستواغ دازو قبل منا دازو دي زيستواغ حنا كنعرفوهم بزاف الروج المهم زيدو زيدو زيد كنفرحوا ان عندنا امل في الحياه اوا كيفاش حتى انا ندير مزيان عليه دار حاجه مزيانه وصافي الله يسهل الامور على الجميع اخويا شنو تقول حاتم عمور بعدك ما عرفت الراحه شنو تقول شنو تقول حاتم عمور شنو تقول للعسادة نقول لهم تقوا الله في عباد الله يا عمر الخير بعدك ما عرفت الراحة هذه الاكسبريسيون ديال اورييل يا غنشوفوها في الكليبيات هنينا هني القلب وهني شي واحد واكل العصا حاتم عمور شكرا بزاف تبارك الله عليك شكرا اخويا شكرا لكم ميرسي بوكو